هاي بنات، شخباركم؟ اليوم عندي لكم فيديو very 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 highly requested. طبعا اللي تابعوني على انستغرام شفتوا اني حطيت اول امس صورة حق كايلي ليب كيتس، وكتبت تحتها اذا كنتوا تبوني اتكلم عنهم او لا، وكلكم كتبتوا تحت الصورة انكم تبون ريفيو. سو اليوم بتكلم عن كايلي ليب كيت باختصار. طبعا مثل ما تعرفون الكوليكشن تتكون من 6 ألوان، انا هذيلا بس اللي حصلتهم، اللي هو لون True Brown K و Mary Jo K. طبعا اذا يعني كان اختياري كنت بختار كل الالوان النود والبينكش، بس للاسف كانوا كلهم sold out وهذيلا الاثنين بس اللي باقيين. انا احب البني والحين حاطه هذا اللون True Brown. الاحمر is not my favorite in the world، بس قلت بما اني I want to do a review for you guys anyways خذتهم. الالوان الليب كيتس اتي بهالطريقة، يكون في داخل كل واحدة منهم ليب لاينر والليكويد ليبستيك. انا اليوم حاطة مثل ما قلت لكم البني اللي هو هذا. اول شيء لاحظته ان التغليف وايد لكجوريس، يعني نوعيته وايد حلوة. ثاني شيء لاحظته هو ريحة البرودكت وايد حلوة. أول مرة أجرب ليكويد ليبستيك شي تكون ريحته نفس الشوكلت، فعجبتني. ثالث شيء وأهم شيء جودة المنتج، بصراحة من أفضل I think هو أفضل ليكويد ليبستيك جربته. استخدمته أول مرة، أولا استخدمت هذا اللون، تم معاي مع أني تعشيت وشربت كوفي وشربت ماي، بس تم يعني يمكن بدأ شوي من داخل، يعني شوية اللون it started to fade، لكن بشكل عام اللون تم معاي لين آخر اليوم. وطبعا أنا مجربة قبل أنواع وايد من الليكويد ليبستيكس، بس صراحة ما في مثل هذا. الجودة روعة روعة روعة، ما توقعت، لأن حسيت إن هي يوم شافت إن الناس متخبلين على her lips وعلى her lip colors نزلت المجموعة بسرعة عشان تستفيد، فما توقعت ان الجودة بتكون بهالشكل. الصراحة اللي يحبون الالوان المات لازم يجربونه، لان مثل ما قلت لكم يتم طول اليوم وفي نفس الوقت وايد خفيف و it's very matte، مطفي جدا. يعني انا يوم حطيته اول مرة وطلعت رحت عند صديقاتي نسيت اني حاطته من كثر ما هو خفيف على الشفايف، فصراحة اعطيه 10 من 10 صراحة، من ناحية اللون، من ناحية خفة الوزن على الشفايف، من ناحية الجودة، من ناحية شكثرة هو مطفي. والليب لاينر بعد حبيته لأنه وايد سهل يوم تحطونه، it's very buttery، يعني مش من أنواع الليب لاينرز اللي تكون شوية خشنة، لا على طول ينساب على الشفايف. وأنا من النوع اللي أحب أستخدم الليب لاينر حتى مع ليكويد ليبستيك، فعجبني هالشي. ثاني واحد اللي هو ماري، نسيت اسمها، ماري جو كي، بعد حلو استخدمته أمس، نفس الشيء الجودة روعة، ريحته حلوة، خفيف على الشفايف، يتم طول اليوم. بعد أمس تعشيت شربت كوفي شربت ماي شربت شاي، وعلى آخر اليوم كان ثابت، يعني خف اللون شوية لكن كان موجود على الشفايف، عكس الألوان الباقية اللي أو الماركات الثانية اللي يوم أحط ليكويد ليبستيك وآكل وأشرب كله يطير من داخل، يعني ما يتم إلا على الأطراف، أما هذيلا تموا معاي طول اليوم. بالنسبة للبنات اللي سألوني من وين خذتهم، طبعا مثل ما تعرفون sold out على الويب سايت مالت كايلي، بالصدفة حصلتهم في احد الاكونتات اللي انا متابعتهم على انستغرام، بحط لكم الاكونت تحت، وكلمتها كانت كاتبة ان هي جايبة الكوليكشن كاملة، فكلمتها وقلت لها طرشي لي اي لون يكون بني او نود، فردت علي قالت لي البني عندي لكن النود كله sold out، فاخذتهم anyways. لكن وصلني تقريبا في يومين، وطبعا الاغراض اصليه يعني يبين، لكن العيب الوحيد ان السعر جدا 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 مبالغ فيه. يعني كايلي ليب كيت اي ثينك سعره يتراوح، سعر الواحد منهم يتراوح ما بين 20 الى $25،
من غير التوصيل، لكن أنا هذول الاثنين كلفوني 550 درهم، which is يعني سعر مبالغ فيه صراحة بالنسبة لسعرهم الأصلي، لكن أنا أخذتهم لأني بيوتي بلوجر، لأني أبي أجربهم و I want to share with you guys، فقلت معليش باخذهم عشان يعني أكون أول وحدة جربتهم تكلمت عنهم. لكن إذا أنا كنت يعني وحدة عادية وما عندي بيوتي أكاونت ولا يوتيوب شانل، صراحة ما كنت باخذ بهالسعر. نصيحتي هي إذا تبون تأخذونهم حاولوا تأخذونهم من الموقع الأصلي، مع أنه ينباعون في 10 دقايق، بس أنا سمعت وقريت في أحد المواقع أن كالي بترد تنزل مجموعة جديدة ألوان جديدة، فحاولوا أنكم تعرفون متى الوقت اللي هي بتطرح فيه المجموعة عشان تأخذون الألوان كلها، لأن حرام يعني بهالسعر المبالغ. لو أنا كنت ماخذة 6 ألوان I think كان بيطلع لي أكثر من 2000 درهم. Anyways, thank you so much for watching this video. كان فيديو سريع جدا، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديوهات الجاية. و love you. Bye.